أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دعا كارمش خدي تعالى مسر فراز سر بلن بكت الدنيا وآخرته بري مو عيالي مبدت إسلام كدرست أو إسلام بت أوان بي رسبي بنو سر فراز من الدنيا وآخرته. يا ربي تشنا خوش سر ملتي مدنيني، يا ربي اف هاتافو نخوشید و قبل دولت کردستان، یا ربی تبصر کردستان دنینی، یا ربی ام وی امناهی بجین، ام وی راحتی بجین، یا ربی اف نخوشید دور بایم، یا ربی تو سر مسهل کی بسر مدنید، یا ربی تو هاری کار پیشمرگی ما بیه زوشیان و قوات بدیه، یا ربی اوید هاتین شهید کرن، حمیل به حشت خوشات بکی، اوید هاتین بین دارکین، یا ربی تو شفاک عاجل بو و حمی نساخ و حمی اوید بگاوی سر تخت نساخ، یا ربی تو سر وسهل بکی، يا ربي شفاك عاجل بوا حميا بنيري. آمين آمين يا رب العالمين. در سامه هكا خدا حسكت دل سر فاحشاك وصابت راستي هما ناويوي نخوش امرو بيجد ناوكي جل جراني السرا ناوكي وصانا وكي بحسيت إلى كرن أبيت مروفت خدا غيرت مروفت كش خدي طرس مروفت ولو هكا خش خدينا طرس جبن غيرت بن مروفت ناميز بن شر مش خدكن اف ناول دفا بتا قوتن او فاحشة الزنا. خد تعالى ان شاء الله مو ملت ما حم يجب بارزت ام بينو برا خبني اف فاحشة هاي هنده بيس اول دف خدي بيس اول دف عبدا بيس اول دف انسان حميا ولو غير ديانت جه ام بينو برا خبني وكي مسيحي خدي خودش حمی پیغمبر راضی به تاکید مسیح دان تورات دت یا هاتی گوتن اعمال جسدی ظاهرت التي هي الزنا عار نجاسه دعارا. هم بین برا خبنی افت دین فلادا تورات درز ده هود بیجد ات بیجد زنا حرامه هر واسط جهیاده دیانت جهیاده هندوسی اوید عبادت خود تعالی نکن اوید تاکید بیجن تدين الزنا وفي البوذية أيضا تحرم الزنا وتعتبر فعلا سيئا مثل القتل والسرقة. أم بين بيو خبني هندوسي والله إيمان بخد تعالى نينن عبادتا دور بلدكن عبادتا آجريتكن عبادتا غير خد تعالى تكن بس سر هندي رجع ات إنا بران بلي قتلي وهروسا وكيد بيجن دزيه. أم بينو يا خبني آيات القرآن جي عينا يعني حتى الفي درجة يعني بينو خبدي اتنتف در حقا يعني الزنا انت مقابلي وان قلنهت هندت مظن وكي خد تعالى بعزة جلالة أخوة بومد بيد آيات سوسي در سورة العرب ده بومد ديارت كتوت بيجد قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أهو خد تعالى هندي تشتكي حرام أهو السرمة حرام كري أهو مرخبني أو حمي فحشنو نباشنو والله از قلق تأكيدت كم ودرست خد حمي از شد بس تأكيد الفي چندت كم أهو تشتت خد حرام كي والله ضرارك مظنة الدنيا دابو مروف شد بد بري آخرته نخوشي و ايش و جان و قهر ابو مروف دنیا چد کد بری آخرته شما هنده هم گله گله تشیار بن اوی فاحشاها یعنی حتی الوی درجه و که خود تعالی صورت الاسراء ده آیتا سهدوی بو مدیارت کد بیجن ولا تقرب الزنا یعنی هما نیزیک نبا ایک جان هما برا خانه ده یعنی هم برا خبنه نه که بگاوی لا تفعل الزنا گله گله مسترت بیجی ولا تقرب الزنا ایک جان خانه نیزیک نکا يعني حميت اشتد كو افي مروف نيزيكي زنايت كن چينابد مروف اكجار خوان يزيك كن إنه كان فاحشة وساء سبيلا يعني هذا فاحشة كوصانا او دير كفتنا وساء سبيلا ريك البر مروف برزت كد
او ریکا درست او خدای تعالی بر مدایی او ریکا کو انسان پی سر فراز بدل دنیا و آخرتی اف فاحشاها والمروفت کت همی ریکا بر مروف برزد کت خدای تعالی انشاءالله مو ملتی ما هم یجی پارزد ام بینو برا خبنی یعنی حتی الوی درجه خواستد مثلا جنکا یعنی وگی پیغمبر صلاوت خود سر بن ات حدیثا ابی موسی العشعری خود جی راضی بد بمدیاد که تد بیجد ايما امرأة استعطرت فمرت على قوم لم يجدوا من ريحها فهي زانية ام برا خبني كما سلا جنكك بس ريحي بين خشيك الخب كد ادبر قومك ربوت اف قومها تأثيرك لبت وبدا سبب هندي يعني كيشانك بو قومي بشبت والله بدا سبب هندي حتكو كفتي زنايدا حتى في درجة چنابت يعني جهر مروفقا چه تداعیات توی؟ ولو نظری، ولو گلیبینه، ولو آخفتنک فحش، ولو هر تشتکی مروف نیزی که فحشی بکرد، وی فحشی بکرد، لازم مروف گله گله هشیار برد. و هم بین برو خبنی، اف قتلا کو خود تعالی، قتلا مروفتون عطا معنی کن برو خبنی، خود تعالی قتل و قیمت که گله گله مزنی دا انسانی، و که خود تعالی بیجد، حتی ایک انسان کجد فکأنما قتل الناس جمیعا، یعنی سبحان الله، ایک انسان بتنه بیتا کشتن حج کو خود تعالی بجد انسان همه و کسی کشتین ام برو خب نه بس مروو زناگر تیتا کشتن نخواسم مروو اکی دان عمر بد و اکی عبدالله بن مسعود شکیس پیغمبر و مدوگیرد حدیث بن مسعود ده بجد لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا باحدى الثلاثه سيتش تبتني خوينا وين بسلماني حلال كتو تيتا كشتن او يعني اوي كوبيج لا اله الا الله محمد رسول الله يعني خوينا وحرام الا حسيت اشتاب كد ايكي شو اوا النفس بالنفس انسان اجيب كجد لازم ابي هجب تا كشتن هر وصا والثيب الزاني اف ظلام مظن اوي كو زناكر خود تعالى ان شاء الله مو ملتي ما نخاسم هم الزمان اكي فحش دو خود تعالى مش مو ملتي ما حميا بارزت افحشها والموفت كد كو سبحان الله هكا خدا حس كد امد في درس دا يعني نتا اسيدا بوي كسي اويت كفتا في فحش فاحش دا بل كي افحشها افحشها بتا سبب هندي نخشي و ازيات جهنت حمي بسلمانا حمي ملاتيوي جبل هندي لازم هم قال هالشياء يوان كسابن خاصتاً نخاسم جيراني مبت نخاسم نزيكي مبت مروفكي مبت ام دستي بگيرن نجبروي بل كجبر عالمك حمي جبر ملتي ما حمي ام تنكمنا چطان غاويا دا چو هاتف سري منين هم بينو برو خبني سببي كو اويد وان ايشو جانت كو وا دورو بيد مبي غاوي كفتين تيدا هكم ليف بچن والله سبب گناهانا خود تعالى ان شاء الله مو ملتي ما اوان گناه تاتي ناف مدا نخاسم اف فاحشه يا ربي تمسر مسهل كي يا ربي بري مو ملتي ما جيب دي رخكي هل وصا ام برا خبنا يستيجد بيجد والمفارق لدينه التارك للجماعة اوكو اويج دين خدر كفد كوب چب ديف دين اكي ديب كفد انكوش اسلام در كفد اوه هشته تا كشتن النفس بالنفس والثيب الزاني ومفارقة لدينه التارك للجماعة اف هر سمروفتا بلا چن شادب دن بلا چند اسلام اکا درست الدفاع بدو اید که بند وخالت یادا والله ایک جار چینا بد اف مروفت هت اینه کشتن جبر هنده هم برا خب نه درجا وی کد گهته هنده وکی خود تعالی بعزت و جلالت اخوا وکید بید تحادیث اکا قدسی دا بمدیار کد بیشت ثلاث لا یکلمه الله یوم القیامت ولا یزکیهم ولا ينظروا الیهم یعنی سبحان الله اکا بگهته وی درجه خود تعالی نبرا خب تما نگونه هد ما پاکش کرد. هر وسا اگجار گل مج ناخود. اف خدای هندی رحیم. اف رحمه ذی قابب مد بد و کو ام کم ند و خالات یا حمیدا و سر هندی جر رحمی مد بد. ام بر خب دنی. الوی وقتی او رحمه نوط نه در جهیلان بو آخرتی. والله رحمه وان کس نابد. او کیش کسن یا ربی تو مشو حساب نکی. یا ربی ام نشوابن. او کیش کسن. او الشیخ الزانی او ظلام دان عمر اوید کفتت زنای دا افه خود تعالی نبر خودتی نپاقشت کرد نرحم پید بود هر وسا یعنی اگجال گل جناخ بود هر وسا والملک الكذاب اوی حکمی و سروادیل
کمه کم رو واد کرد و سر هندی را جدرا واد کرد و خیانت الوان کسات کرد هفی هج خود تعالی اش رحم خدیت خد هر وصا والعاید المستقبر اف کسی کو چد دست دادنینا و هر وصا خواه مزند کرد خود تعالی انشاءالله مو ملت ما جوان هر سیکا پارزد دام بر رحم خود تعالی بکفن والله ما چو مصیر نینن والله ما چو درگه نینن ام حمیدش نبرم بری خدای خواه نخواسم اف فاحشه دی قاوین ناف مدا کو انسان کفته ده والله دې ته سبب هنده وان عذاب نه خوشاده اكيد به جت دنیا ان اخرت دنیا و اخرت دې دسم یې خد حتی گهش ده درجه هنده و کی ات حدیث عبد الله بن زید خدای جی راضی بد شکی سی پیغمبر و دیر تو بجد گازی حمی شبابات که تو حمی کسیت اوید تو اکید بیجن اوید بتا وقتی و مراهقی و بجت یا بغای العرب یا بغای العرب این اخوف ما خاف علیکم الزنا والشهوة الخفية اس یاش حمی پتر و اجو گازید گهین مملت خو حمی یا ربی ام هشیاری خوبن ام گله گله هشیاری خوبن جوی فاحشه هنده مزن اوا عالم ای ویگا وی گلب سهل ورد گرد و چید بتما یعنی بیجد فلان مالو فلان محلو و فلان یعنی کومکا مرو وای چون فلان عردی یعنی حج کوتش تاکی بسهل یعنی گله گله بسهل کفتی و تخفیف یا پیغاتی کرن بلکی اوا تشتاکی گله گله مزن الدف خود تعالی یعنی حتی پیغمبر بیجد این اخوفو یاش حمی پتر اشوات ترسم اوا ان اخوف ما خاف عليكم الزنا سبحان الله ياش حمي بتر بيغمبر جت ترصد زنايا خد تعالى مو ملتي ما حمي جي بارزد والشهوة الخفية اف شهوة اوا برزا اوا كو مروف باكيد بيجي دور بيت خوار نظري اب قليبيني اف تشتد في قابد بنا سبب الشهوة نخاصم ستراند قابد اب جنكيت انا قوتن و افهد بنا سبب هندي الشهوة الدمرو بيداتكين اوا بيغمبر يقوت يجي ترسم لازم هم جو خوان نزیگ نکن و هم گل گل جب ترسن جبر هندی هر وسط وی ایدی جه پیغمبر صلوات خود سر بن اوا میمون خود جه راضی بد بومد یا وگی رایت بیشد لا تزال امتی بخیر ما لم يفش فيهم ولد الزنا فإذا فشى فيهم ولد الزنا فأوشك أن يعم الله أن يعذبهم يعني سبحان الله أفا بلوخ أبدي أفاحشة وكي زيدت بت آن وكي بيت ولد الزنا بجد لا زال أمتي بخير أمتا محمي بخيرة بس وكيد بجد أولادت أفيد شفي فاحشة هاي فحش جيت شد بن يعني أفاحشة فاحشة بدأ سبب هندي طبعا زوریت که عیال که سر دنیای تخت و کم برو خب نه و گاهی اروپا خسته دیناین اف خسته ها یعنی وی عیال خدا ند کن یعنی یه بی سبب هندی دی سایتری سر ناکن یه دی کس نزاند کی کرکیا و کی کچاکیا و او بوچ حسا یعنی پیغمبر بیجد امت هم بخیر هندی او نافاده زحف نبد و پچ پچ او زحفت بد و ما امی گلید بن این سر قایشت گلیشی هر وسط تناکید گلیشی ده هر وسط نا پیچول کل بر دیوارا هر وسط خسته چند آیت هیلاین او پچ پچ او زحفت بد خود تعالی ما پارزت و هشیار ام هشیاری وی چنده بن ام حمی پیک و دستت خوب کنت ایکوده ده و ام وی فاحشه درگیه یعنی درگیه ها ایک نقلی لی بگیرن ایک جار مجال نهیلن ولو چند ایزی کی مبد ولو چند مصلحتت ملگل بن ولو از چند حجب کم چنا بت ایک جار همجی قبیل کم کفتت وی فاحشه ده بلا چند مسئوله که مازم بد یعنی افا اف انسانت کو برپرسو و رویبری عالمت کن لازمه و پتر خوش پارزن دا اوید بن دست تو و ایک جار خوش پارزن خود تعالی انشاءالله مو ملت ما حمیش وی فاحشه مازن پارزد بنا دن برا خب نه افا وک آخرت بس هم بین برا خب نه دنیای نجه مشکلت مازن سرا وی فاحشه مازن چید بد هکم برا خب نه کو مثلا یعنی انسان زناکر خود تعالی لباس کت کتابر اف لباس هد بت سبب هنده اف انسان زناکر دائما سرشورن دائما هست بگنه های کت کن و بخنا حسن دائما دل قهرین و عاجزن بس نزانش بوچ عاجزن شبر هنده اف زنا هد بت سبب هنده دل تنگه کل دنیای دست نروفت خد بری مروفش تا آخرته شبر هنده هر واسا دلی مروف جراقت کت اف فاحشه هات بتا سبب هندی دلی مروف راقت کرد حتی های کنه بتا سبب هندی مرنا دلی نخواسم اوید درستیل دیف شهوات خود کذن یعنی بتا سبب هندی دلی واد مرد یهید چوتشت فیده الوانا کد ویکی وی ایل بر مرنی یعنی چید بتا البر مرنی بی هنده کاد گوتی شاهده بدا
ناوی اوی هوالا خود اینا اول گل اکی فاحشت تیر او ناوت اینا یعنی عالم اوی دور بیتی دی بابتی گوتی شهدب دا ناوی وی کچیت اینا اوی دل حوصت مرن دل نه او کو مرد کو انسانش به دنیای بچد بلکه دل او وکیت مردش غفلت خود تعالی یعنی جدیر خود تعالی تکفت بتا سبب هنده یعنی حتی هندک شعر یعنی شعر یبجن که هاتین گوتن درجه هنده يعني بجد أحب لحبها السوداء حب الكلاب يعني سبحان الله بجد جنكك إيك ببي عاشق جنكك الرش بجد هندي هند أسحاج في جنكك الرش كم هندي تشتي رجبت يعني تشت بخوا صابت حب يعني سودا الكلاب بخوا صاي رج ما أسحاجت كم تايرا أسحاجت كم تشتي ترش ما أسحمي حاجت كم چکو چه حجی کرنا وی جنکی ها چوی دلی دا اوه ها ود دل حسد مرن جبر هنده اف فاحشا هد بتا سبب هنده دلی مرو ود مرد تو بچت بغیر تشبتی تا گریدان او بحجی کرنا ایکی دا بتا سبب هنده خود تعالی انشاءالله ما پارزد او سوء الخاتمه دی ماهی که برسخی مرو ببت هر واسا نظام مالاتي ومسألة أف علاقتا كو أوافي قابد نام مدى كو هم بلوخة من أوروبا في تشتيد ناف مدى نمايا كو مسألة ایک چت بو خوژن کې کې بینه تو مکه چند عیاله کې به تو مالک ابو سلمان اوا کېد اوهل اروپا نه مویا او افاحشه هک درګه هو سم من تفکری والله دې بت سبب هند کا چا وی قابل اروپا کس نه زانت کی کور کیا کس نه زانت کو بره خب دې اف شول گلوی او شوا قادل گل واه او یعنی اف مثلا مکه بجد مالا ابو سلمان مالا اسره نامینت اوج دلیل هندیا و از بین برا خب نیو از تأکیدت کن بو خوش کو برایت خواه والله اروپا وگا وی اب نالتش وی اجبر چه کت والله کو مثلا هایت کفتین وی دا نزانه دیدی سا چه کوماتی که وی کوماتی بدست خواه خن کو اف فاحشه ها اشنا فارابد اجبر هندی پیغمبر صلوات خود سامد سربت یعنی وکی حدیثه که بيروز دب ما ديار كت بيجد لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل مع قبره كيف يورث وهو لا يحرم يحل عليه كيف يستخدمه وهو لا يحل له أفا بلخدني إيكي دو جارية هبين أف جاريتها ملتقاي وابي وكفتا وكيد بيجد فاحشي دا حتى أف جاريتها جيب حال كفتن أف حالها دينا يعني بيغمبر وكي أف حالها ديتي زانيكو إش خداني ويا او يعني خداني وان جاريه كفتي تيدا يعني تقول الصحابة والله من فيت اسلعنا كي الفي مرو في بارينم لعنك وصا كبخو حتى القلبي بشتت قبري دجا لعنتا بيغمبري نوصا بصانا هي يا ربي تمش لعنتا بيغمبري بارزي او كبوچه اذبجت يورثو يعني لقد هممتو كيف يورثو وهو لا يحل له چاوا دي ايكي كتا ميرات خواه دي كتا شريك مال خواه ونحقيوي هل وصا كيف يستخدمه وهو لا يحل له چاوا ديشتا دف جاريا ايكي اف جاريا ها نحلالاويا جبرهن دي يعني لعنات البيغمبري شو كاسيناينا ديري خستن هل وصا الدنيا اجي دي بتا سبب هندي يعني استانا مينتو مال نامينتو دي بتا سبب هندي كو مال خراب كرن هل وصا او كو زينا علاقاك مؤقتا كو انسان ديش فواكيش فواحيش خلاص من رأسا جنك دي تشتبو رخيكي وظلام دي تشتبو رخيكي او كو ابا علاقتك حيوانية صرفة حيوانات وصانا هم بينا بلو خبني ولقد كرمنا بني آدم خود تعالى هند تكريم ومكري ام هوصا استهزائي بيكو دبكن جنك بو خب تشتو بكفتة قهرو كلت خدا وظلام بو خب تشتو بكفتة هموم خدا انا بتش حياتا أبد شيء أم بديف كافتين بو شيء أم هود كن أبدست تخوام خاطي إحنا ذي مشكلة هندا مظن ده أز بيجم حياتك الجل أجل مظن ونخوشة وخد تعالى سير كم بلتي ماذا نينت إن شاء الله هل وصل بيني بلو خبني مسألة زنايد بتا سبب قتل جه يعني إنسان خدان عار إنسان خدان غيرت أري هكا إيكش مالا ويكفتة فاحشة زنايدا أري هكا أمرو ذهب غيرت بت دي چاو وی غیرته د د شولی مانا دی بت چوله کی کوجت آن دی بت د خوشوی کی چی خلاص کت اب چن یعنی نا نه حساب کی چی تاتین کوشتن سراب فاحشه مال تاتین خراب کرن سراب فاحشه بو چی سرا چکو فاحشه کا چند دقیقه کا مو بت سبب هند مال خو خراب کت دلی مرو به فقطش قهر ده و پشتی مساله کوشتنا ویج ار اف انسان راحت بن
والله مستحيلة هذا هتشو وخد تعالى هاريكار بد أباش سر خسو الخاتمة شو هذا كشتيج أوجة أبدا مستحيلة مرتاح بتو دي كيف تتقهر وكل هذا ودي من تسر في قهري هل وصام بين برخبني ظهور الزنا من أمارات الساعة أو علامات قيامته أو سبب زنا يعني علامات قيامته يتو أكيد بيجن نزيك بين وأكيد بيغمبر صلاة خد السر بن بمت حديثك بيروز ده بمت ديارك بيجد إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهر ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقتل الرجل وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد يعني سبحان الله أف دليل تكو نشانة رجع قيامته أو أكيد بيجد علم دي تدي كيم بد جهل وبعلمي دي زيدة بد دي وأكيد بين عرق دي جالة زيدة تبخورا زنا دي زيدة بد هر وصا دي كشتن زيدة بد وجنيج دي تدا زيدا بن كوزالام دينا كوشتن جنيج دي زيدا بن افش علامات تروجا قيامتنا وان برخ ابني اف زمانه اف زمانتكو اف فا اف تشتتكو بيغمبر قوتين حميد بقابت زمان مدايهين خود تعالى ان شاء الله سري چم بلاتا دانيند سري وكيد بيش چو وكيد بيش نخوشا بو چم بلاتا چه ناكد ام بينو برخ ابني علاج هذه علاج ما امي تشاو خشفي فاحشه هنده مزن بارزن راستي فاحشه كا وكم بلا ما بلا خدات خلال ديفچونا ما ام بلا خدانا ما بو وشان نقطه كل دنيا يجمع مرتاح ناكيت الاخره دي جامي بنا سبب هندكو سوء الفا خاتمه ونخشيت مزن دي دسمه كي لازم ام علاجه كي بينن او لازم هر ريكا كا كبت سبب في فاحشه لازم ام الخبيدن چكو ام لازم برپرسن برانبری خود تعالی و که خود تعالی بعزت و جلالت اخواه ات سورة النور ده آیتا سهیب و مدیارت که تتبیجد قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلك اسکا لهم ان الله خبیر بما يصنعون والله خود تعالی زانکا تو چه حرکاب کی تو چه گودنا بیجی تو هر تشتاکی بکل جیان خدا والله خود تعالی زاند جبر هند بیر تشیار جاوید خواب بن هک هین شیار نبن اوید کو خیانت دید کن کو بن جاوارا جی خیانت الهوالت خواد کن بلا خواد دن نامیسا حوال خواد بلا خواد دن نامیسا کس رو کارت خواد والله خود تعالی ویج زاند یعلم خائنة العین و ما تخفی الصدور ما خائنة العین کینا اوید خیانت الدور بلید خواد کن جاوید خواد گیرن بیکو حوال و بخواب حسد برهند اهوا خود تعالى امر يكيد ماكي لازمم جلا جلا تشيار من شافت خا بارزن درجه هيك دي يدكو امش في فاحشه بيس امش خلاص بن او كوكي خود تعالى سر ازمان پیغمبري غازي شباب وحميات كده بيجد يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء يعني سبحان الله بما خد تعالى وكيل بيغمبري خد تعالى بما ديالت كد كما سلا علاجات بنت ولا هيك تبشي جنبيني جنبينا هيك تناشي جنبيني وهلا بروجبا روجي جد بتسبب هند مروب خد تعالى وتتا جريدان خد تعالى وكيل مروب روجيت بت خدا امرو افرو جهد بتا سبب امرو نا كفتا ادفي فاحشا هندا يا مزندا هر وصا ام نجه نوان هفالا اف هفالت بيس يعني افت كو اتكفنا ادفي خلاتي دا اف كاسد كو امزانن كو دلي وال سر فاحشا هي ام خوشي دير بيخن لازم ام اكجار خان ازيكي ونكن چكو مصير ما هر اب مذا جري دايا وكي خد تعالى بيجد وكلكم آتيه يوم القيامة فردا يعني ايك ايك ادش نبر ميزان خد تعالى افها والد بتا سبب هند تتخت ذي فاحشة دا والله تشفيدة التناكد والله او خوش دي كفتة ذي تنقاضي هاي مزن دا خد تعالى مملتي محمياج بارجت ان شاء الله هر واسم بین برخابنه او ایکش دلیل مسئله که امش وی فاحشه های هنده مازن خلاص بن او ام گل گل بیرا مرنه البیرا خوابینن اکی پیغمبر صلوات خود سر بن بجد اکثیرو من هادم اللذات اکثیرو من هادم اللذات و سجره تکرارت کد گل البیرا خوابینن مسئله او نعمتا خوشیت هدمیند يعني دي انسان كيف تدري فاحشة دا اري او فاحشة كيف ما تنامري ما تناشي برانبري خدايا خوا وكي مروف فزر خوا فيت كد ومروف زان الكود مروف دشتا برانبري خدايا كي عادل خدايا كي رحيم خدايا كي كو چوتش تل دب بر زنابت ام مروف دي درستي توبه كد كو اف مرنا هده بتا سبب هنده او كو لازم مروف خاجه دير بيخد هر واسا
ام باش باش بزان والله افتشت الدور بالين ما وخذ تعالى حميدي دي وكيد بيجن ما سر ما كتا شاهد اف اردي هاد السر ما بتا شاهد خذ تعالى دو ملائكتي داين قال ما خذ تعالى اب خل سر ما بتا شاهد هل وصف اردي كو انسان فاحشة سرت كد والله دي سر تا بتا شاهد ونخاسم كو اف انسان كو مثلا انسانك خلاتي بدستي خوب كت والله خد تعالى بيجد دست دي سر بتا شاهد ازمان دا دست اعضاء اللي رو حميد سر نو بتا شاهد يعني ما دم ابا حميد من الشاهد ادي ادي چاو كمت خلاتيك وصادا كو ابت هاد سر من الشاهد مازبو چهن ديناكم ابا بو مبن الشاهد كو ابتها ما اس خيري وبركتي وبواشي بيبكم شبال هندي ام قال اقالت الشيار بن ام نكفنا وكيد بيجن اذي فاحشي دا واف شاهدي تجحمي ام وكيد بيج سر خواهي دناكن شبال هندي ام بلا خبني عذاب خود تعالى دي ماهي كيج عذابك دجوار بوان كسا و يا هادي ديار كرن نهو جامع ما تحديث البلي في قافدة ديار كرن هل وصا دي ماهي نصيحتا من الوا كسا اويدكو اويد دور بيت وات كيف ندفع فاحشة خود تعالى إن شاء الله ما وملتي ما حميجي بارزت أواكو أم قال أجل هالشياري خبن استغفارا ودعاء بكنش خود تعالى يا ربي تو ما وملتي ما جفي فاحشة هندم أظن بارزي وأم دستي خبلن بكن أف كسيت ما دا صلاة السر هي أم دستي وابقين جفي فاحشة دير بيخن وهيك ما دا صلاة نبت أم دليخو حاجين أكن وأم دستي تخبلن كن يا ربي تو في فاحشة سنام راكي يا ربي تو هاري كاري ملتي ما بي أف فاحشة هنم انترنام دا وتو ما وملتي ما سر فراسكي بوي أو تو بيش مرازيد بي والحمد لله رب العالمين